القياس واحد من أقدم منظومات المنطق الكلاسيكي أو الصوري، ويرجع إلى مؤسس منظومة المنطق الكلاسيكي أرسطاطل تقريبا في 100 قبل الميلاد. أرسطو أجمل تعريف القياس المنطقي كالآتي: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. فعند قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، قد ركبنا قضيتين، إن ثبتت صلاحيتهم لزم عن ذلك قضية أخرى وهي العالم حادث. شراح المنطق تارسيه ومطوريه عبر الزمان والحضارات المختلفة تناولوا نظرية القياس بالدراسة والتحليل، وبخاصة أحد أهم صور القياس وهو القياس الحملي، وقاموا بتفصيل قواعده، إشكاله وأدواته. في العصور الحديثة اتخذ المنطق صورة جديدة رياضية كما سنرى في الحلقات المستقبلية، وتوقف المنطقيين عن دراسة المنطق الصوري القديم أو الكلاسيكي، واعتنوا أكثر بتطوير المنطق الرياضي. لكن المنطق الكلاسيكي بضروبه أصبح مادة خصبة للدراسة الأكاديمية وشاهد على عبقرية صنع العقل الإنساني. المنطق الصوري يركز بالأساس على شكل، صورة وتركيب الحجة، ومن هنا اكتسب اسمه المنطق الصوري، على العكس من الاستقراء الذي اختص بمادة الفكر وموضوعه، ولذا عرف بالمنطق المادي. القياس كأحد صور المنطق الصوري عملية عقلية خالصة ينعكس فيها العقل على قواعد القياس المنطقي ويطبقها على الحجج في محاولة للبحث عن حقيقة الشكل أو الصورة المطروحة، على العكس من الاستقراء عملية عقلية غير خالصة يتجه فيها العقل إلى البحث عن موضوعية الأشياء من خلال الاستدلال بالواقع، الملاحظة، وضع الفرضيات وإجراء التجارب. روح القياس هي البدء من الجوهر للاستدلال على الجزئيات العرضية، أما الاستقراء على العكس يبدأ من الجزئيات العرضية والتفاصيل الفرعية كي يستدل على الجوهر. القياس هو الصورة المثلى للاستدلالات الغير مباشرة عند أرسطو، وهي غير مباشرة لأن الوصول إلى النتيجة فيها من حكم بين أيدينا وليس على اعتبار حقيقة هذا الحكم ذاته كما في صور الاستدلال المباشر التي تعرضنا لها في حلقة القضايا الحملية، لكن من خلال توسط حد ثالث به نربط أجزاء القياس ونحكم على أجزائه وعلاقتها. في الواقع أرسطو اعتبر القياس أهم أداة للبحث العلمي في العصر القديم، وأدبيات المنطق الكلاسيكي عادة ما تشير إلى أن أرسطو وضع القياس استجابة لمطالب علمية بحتة. وبالرغم من أن أشكال القياس قد استخدمت بكثرة في الجدال والخطابة في العصور القديمة، لكن أرسطو كان أول من وضع القواعد العامة للقياس. على أي حال، القياس الحملي له 5 قواعد لاختبار صحته، ودأب علماء المنطق على وضع قوالب محددة لكل الاحتمالات التصنيفية الممكنة لأشكال القياس بناء على متغيرين: معامل الضرب القياسي ومعامل الشكل أو الهيئة القياسي. هناك 64 صورة محتملة لمعامل الضرب القياسي، وهناك 4 احتمالات ممكنة لمعامل الشكل أو الهيئة، وبالتالي أصبح هناك 256 شكل، قالب أو صورة ممكنة من حجج القياس الحملي. وكتب المنطق الكلاسيكي أفردت مئات بل آلاف الصفحات لعرض وشرح تلك القوالب والصور الممكنة للقياس الحملي، وعبر التاريخ دارت سجالات وصراعات مختلفة حول تلك الأشكال والقوالب المختلفة للقياس، وستجد بنظرة عابرة على أي كتاب يبحث تاريخ المنطق الكلاسيكي الآراء المختلفة حول أشكال القياس، من ابن سينا للسهروردي، من توما الأكويني إلى إسبينوزا. ودلوقتي تأمل صور القياس الحملي وقواعده. هل قواعد القياس هي القواعد العقلية المشروعة للوصول إلى الحقيقة؟ أم إنها قاصرة فقط على المبحث النظري بعيدا عن الاستدلال بالواقع؟
هل مبحث الحقيقة عملية عقلية خالصة كما في المنطق الصوري؟ أم إنها عملية مادية بحتة؟ هل البحث عن الحقيقة يبدأ عند الجوهر أم التفاصيل؟ فكر تاني.